السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير، تكونوا كتدوزوا أوقات ممتعة وتكونوا كتدوزوا عطلة سعيدة إن شاء الله. كانت طلبات عديدة وعديدة جدا على لا تارت غلاسي تكون بالغلاس الحقيقي اللي كيتصاوب في الدار، يعني بدون ديك المواد ولا داك البودغ ديال الشانتي ولا داك المستحضر اللي كنخلطوه مع الحليب. يعني غادي نوجدوا غلاس منزلي بيدينا، عارفين راسنا اشنو كناكلو. داكشي من اروع ما يكون. كتشوفوا هنا درت جينواز ودرت غلاس، كيمكن لكم ديروا باي حاجه بغيتوا. هاد التفاصيل كلها غادي نقولها لكم في الفيديو. درت من الفوق غلاساج ديال الفاكهه ديال الموسم، اي فاكهه نتوما كتحبوا، ممكن كاع ما ديروهاش ماشي مشكل. باش ما نطولوش تفضلوا شوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للجينواز ديالنا غادي نحتاجوا الاربعه ديال البيضات، كأس مملوء ديال العنبر ديال الدقيق ما يعادل 120 غرام بالضبط، فاني أو أي نكهة حسب الاختيار، و 100 غرام ديال السكر ما يعادل كأس إلا الربع، ما درتوش ولكن غنصورو من بعد، واحد معلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات. هاد الطريقة باش غادي نخدم أنا، غنخدمو بالباتور من الأول حتى الأخر. يعني كنديرو هنا أبيض ديال البيض مع قبصة ديال الملح، وكنبقاو كنطلعوه يعني كنطربوه حتى كتبان لينا الرغوه، يعني هاد الابيض ديال البيض ديالنا دار بحال اون موس اولا الرغوه. وكان داك الساعه كنضيفو الفاني وكنبداو كنضيفو السكر بشويه بشويه. بالنسبه للناس اللي تبغي دير هاد المساله هادي يعني بالطريقه العاديه، يطربوا البيض مزيان حتى يضاعف الحجم ديالو، من بعد يبقاو يضيفوا الدقيق بواحد لاسباتول من الاسفل للاعلى، فممكن يعني كلشي ممكن، اما ديك الطريقه هذيك اولا هادي اللي بغيتو اللي بغيتو. اذا من بعد ما بقينا كنضيفو السكر كيف ما شفتو كنطرب، فلا مورينغ ديالي ها هي لامعه وشدات راسها مزيان وقاصحه. غادي نبقى دابا نضيف اصفر البيض. انا هنا غير درت كل اصفر البيض بوحدو في طبسيل باش نصور لكم، نتوما بطبيعه الحال غادي تكونوا جامعينهم في واحد الطبسيل وغادي تبقاو كضيفوهم شويه بشويه مع الصراب. ثم كنضيفو دابا الدقيق اللي مخلط مع الخميره الكيماويه شويه بشويه بحال هكا مع التراب، يعني ماشي مشكل واخا الباتور خدام راه حنا كنضيفو الدقيق. لا جينواز كتجي رائعه ومفشفشه دايره بحال البونش. ها نتوما شوفوا معايا القوام ديالها كيفاش داير. غادي نوجدو دابا واحد المول، انا المول ديالي عندي فيه 25 سنتيمتر ولا 24 هكا، المهم 24 25. غادي نكب فيه الخليط ديالي، طبيعة الحال مدهون ومرشوش بالدقيق، ودايره له واحد ورق الطبخ في القاع لان خفت لي يمشي يلصق ليا، خصوصا ان لا جينواز كتكون فراجيل بزاف ماشي بحال لي كيك الاخرين. صافي غادي نبقى كندير لها بحال هكا، غادي ندخلها في فرن مسخن من قبل على 180 درجه في الوسط والعافيه غير من الاسفل فقط. فهي من بعد ما خرجات طيبه كلشي غادي نقلبها على واحد الشبك وغادي نخليها تبرد على خاطرها، نحيد لها هذا الورق هذا للطبخ. خاصكم تعرفوا البنات ان قد ما كان المول اصغر قد ما لو كاطو كيكون منفوخ اكثر. غادي نخليوها دابا تبرد مزيان مزيان وغنمشيو نصاوبوا الكريمه الانجليزيه ديالنا. فواحد الكاسرول غادي نديرو 300 مليلتر ديال الحليب ما يعادل جوج ديال الكؤوس ديال العنبه، ما عامرينش بزاف. نضيفوا له واحد ساشي ديال الفاني، نديروه على النار حتى يقرب يغلى. في نفس الوقت غادي نمشيو لواحد الاناء ونديرو فيه أربعة ديال الاصفر البيض، انا درت ثلاثة ولكن راه زدت وحده، مع 80 غرام ديال السكر ما يعادل كاس الا الربع. غادي نخلطهم بحال هكا حتى غيندمجنا داك السكر مع اصفر البيض. غادي نهز الحليب ديالنا اللي قرب يغلى كيف ما كتشوفوا، وغادي نضيفوه على داك اصفر البيض اللي مع السكر مع التحريك المستمر شويه بشويه حتى غادي نكملوا الحليب ديالنا كامل. غادي نردو هاد الحليب هذا في الكاسرول وغادي نديروه على النار، ومنين نديروه على النار ضروري ما نحيدوش يدنا منه، النار ما تكونش مجهده تكون متوسطه فقط، ونبقاو كنخلطو كنخلطو حتى ديك الرغوه اللي كتبان لكم من فوق كتختفي. وسمعوني مزيان، ما خصهاش تغلى نهائيا، الا غلات ولا الا حيدنا يدينا منها غادي ترجع بحال الحليب فاش كيخسر. غير كتبان لكم انها بدات كتلصق في ديك المعلقه الخشبيه باش كتحركو لهذا الشكل هذا، يعني راها وجدت. كندوزو يدينا بحال هكا وكيبقى ماركي لينا في المعلقه ديالنا
نحيدوها من فوق النار بسرعه، لان ما خصهاش تزيد اكثر من هكا في درجه الحراره، وغادي نصفيوها واحد الغربال يكون رقيق باش داك البيض وداك الشيء هذاك كيتحيد بحال هكا، باش كتبقى لنا الكريمه نقيه. غادي نخليو الكريمه ديالنا جانبا. بالنسبه لهاد الوريقه هذه الجيلاتين فيها 4 غرام، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، اللي ما بغاش ما يديرهاش، واللي بغى يديرها فكيديرها في واحد الماء بارد لمده ديال 5 دقائق، كنعصروها بحال هكا بين اليدين ديالنا، ثم كنديروها في الكريمه ديالنا وهي سخونه، كنخلطو مزيان حتى كتذوب لينا هذيك لا جيلاتين في لاكريم. غادي نخليوها تبرد تماما، ومره مره غادي نبقاو نحركو فيها. وغادي نمشيو دابا نشوفو هاد لاكريم اللي درت انا ديال سنترال ديال الطبخ والحلويات، فيها 32% من الدهون، يعني الا طلعناها غادي تطلع لينا مزيان. الثمن ديالها جد معقول، فيها 200 غرام. يعني دائما شوفوا الكريمه اللي تكون فيها اكثر من 30% من المواد الدهنيه باش كتطلع لكم مزيان وكتجيكم مزيانه. دونك غادي نبقاو نطلعوها بواحد الطراب كهربائي بطبيعه الحال الكريمه بارده حتى تولي لنا شونتي، ولكن ماشي داك الشونتي اللي كتكون عاقده بزاف، شونتي كريميه. غنخليوها جانبا، وغادي نديرو هنا واحد العلبه ديال الجبن. درت جبلي، جبن طري، يعني فيه 200 غرام، 190 200 غرام. اللي ما بغاش يدير البنات جبلي واللي ما كيعجبوش ممكن انه يدير اي فاكهه بغا. 200 غرام ديال البوري ديال اي فاكهه يطحنها ويضيفها للكريمه من بعد ما تكون بردت. دونك غادي نخلطو مزيان داك الفرماج حتى غيندمج لنا مع الكريمه، ثم غادي نضيفو دابا الكريم اللي طلعناها. كيف ما قلت لكم ها نتوما طالعه كريميه، ماشي طالعه داك الشونتي اللي خشن بزاف. غادي نحاولو نحركو غير بشويه من الاسفل للاعلى. انا راه كنجرب شويه لا كاميرا باش الفيديو ما يجيش طويل بزاف، ولكن راه كنحرك غير بالمهل. صافي. المهم من بعد ما خلطنا الكل فها هي واجده، نخليوها جانبا ونمشي نقطعو لا جينواز ديالنا. المهم قلبتها، غادي نقسمها على جوج على هاد الشكل هذا. خاص ضروري تكون بارده باش كتقطع لكم بسرعه. انا فاش قلبتها لصقات لي شويه على داك الشبك. صافي، غادي نقسمها على جوج. اللي بغى البنات الشكل فحال ديالي، يعني كتبان لكم غير الكريمه على برا، فكتنقصوا منها شويه، يعني ضروري خاص الجينواز تكون اصغر حجما من الكادر. ها نتوما غادي تشوفوا شنو بغيت نقصد، يعني هنايا قطعت الديسك فيه 20 سنتيمتر، هانتوما كتشوفوا قطعته مزيان، قطعت الديسك الاخر عاوتاني 20 سنتيمتر. صافي. وغادي نمشي دابا غادي نحطو في الكادر ديالي اللي وسعته شويه، لان الكادر كيزيد وينقص، خاص يبقى هذا الفراغ ما بين الجينواز والكادر باش كتجي الكريمه هكذا داخله في الجوانب وكيجي المنظر ديالها زوين. غادي نسقيوها بسيرو. اخوات كلهم كيعرفوا كيفاش كيديروا السيرو باش كيسقيو لي جينواز. وكنسيت نقول لكم انني فوق الطبسيل دايره البلاستيك الغذائي، ضروري كديروه باش ملي كديروا لا كريم وكلشي كتطلعوه باش ديك لا كريم ما كتخرجكمش من الجوانب ديال الكادر. غادي ندير واحد الطبقه ديال الكريمه ديالي فوق الجينواز بهذا الشكل. دائما داك السيرو باش كنسقيه يكون بارد، ما يكونش سخون باش ما يضيعناش لا كريم ديالنا. غادي نديرو بحال هكا حتى غادي تغطى مزيان. ثم انا هاد الجينواز هادي بانت لي ان يعني ماشي متساويه 100%، فقدت واحد الحكاكه بقيت كنقد فيها مزيان وعاد حطيتها. المساله غتنفعكم بزاف الا كان الكيك ديالكم محروق، كيجي بحال عمرو ما تحرق، يعني هادي نصيحه خليوها بين قوسين. غادي نسقي دابا لا جينواز ديالي بنفس الطريقه مزيان بالسيرو، ثم غادي ندير الطبقه اللي بقات ديال الكريمه. غادي نبقى نحركها بحال هكا باش تمشي لي جميع الجهات، ثم غادي نرد داك البلاستيك نطلعو الفوق ونلصقو مع الاطار باش الكريمه ديالي ما تحاولش تخرج نهائيا. غادي نغطيوها وغادي نخليوها 5 ديال الساعات على الاقل، او ليله كامله في المجمد. في الغد قبل ما نخرجوها غادي نحتاجو لواحد وريقه ديال الجيلاتين من وزن 4 غرام، واحد 6 او 7 ديال المشماشات، واحد 4 كاس ديال الماء، واحد 3 ديال المعالق كبار او جوج
ديال السكر على حسب الرغبة، واش المشمش ديالكم طايب او لا حامض. غادي نطحنوه كيف ما كتشاهدوا، غادي نخليوه، غنمشيو نديرو داك الوريقه في ماء بارد لمده ديال 5 دقائق. ثم غادي نمشيو للسكر، غادي نديروه مع الماء وغادي نردوه على النار غير على ما يختفي لينا السكر، يعني ما يبقاش كيبان. ها هو حيدناه من على النار كيف ما كتشوفوا السكر اختفى. غنمشيو للوريقه ديالنا، غادي نحيدوها من الماء وغادي نعصروها بين يدينا مزيان. ثم غادي نضيفوها للماء ديالنا، غادي نخلطو مزيان. ثم غادي نضيفو لهم البوري ديال المشمش بعد ما صفيناه باش داك القشور ديالو يبقاو لنا في الاعلى. ممكن تختاروا اي فاكهه بغيتو حسب الاختيار ديالكم، مثلا المانغ، الفرامبواز، اي حاجه بغيتو. غادي نخليهم شويه يبرد وغادي نخرجوا الكلاص ديالنا. حتى اللي ما بغاش يدير فواكه ممكن انه يدير غاناش بالشوكولات او يدير كراميل او يدير اي حاجه هو كيحب، او يخليه غير هكاك ويزينوه بالفواكه بحال اللي سبق درت التشيز كيك. غنوري لكم ها هو غيطلع لكم دابا، اللي باقي ما شافوش يمشي يشوفوا. غادي نرد الكلاص ديالي للمجمد لمده نصف ساعه، ثم غادي نخرجوا، غادي نحيدوا الكادر، غادي نديروا في طبق التقديم. الناس اللي كيتحيد لهم الكادر بصعوبه ممكن انه يديروا داك المنشف ديال الشعر في الجوانب باش يتحيد لهم بسرعه، ولا يدوزوا عليه واحد الزيت من الجوانب يكون فازق. غادي نزينوا برقائق اللوز يكونوا محمرين، وغندير طريفات ديال المشمش، وغادي نزينوا بورق الذهب على هذا الشكل. هذا النصيحه اللي نقدر نعطيكم هي ضروري تخليوه واحد نص ساعه عتناولوه باش يجيكم في المذاق مزيان، ما يكونش مجمد بزاف. شكرا بزاف على حسن المتابعه، والى الفيديو القادم ان شاء الله.